هاد الجريمة اللي غادي نعاودو لكم اليوم هي وقعت ضواحي إقليم تازا وبالضبط بواحد الفيلاج الاسم ديالو بوزملان في صيف سنة 1998. واحد الصباح توصلوا رجال الدرك الملكي بإخبارية تفيد أن شي مواطنين لقاو جثة شاب ميت في واحد البركة مائية. انتقلت دورية الدرك الملكي لعين المكان، بالفعل لقاو جثة شاب ميت فوق الماء. ديك البلاصة اللي لقاو فيها الجثة كانت واحد البراج، كانوا الناس مجموعين كيشوفوا شنو واقع. داك البراج جا في وسط واحد الواد، وكانت دارته الدولة للفلاحة ديال المنطقة كيجمعوا فيه الماء في الصيف باش كيسقيو به الجنانات فاش كيقلى الماء. وداك البراج كانوا ابناء المنطقة كيستغلوه في الصيف كيعوموا فيه. سولوا رجال الدرك الملكي الناس اللي خبروهم الواقعة كيفاش حتى لقاوه. قالوا له ما سيدي، حنا جينا في الصباح باش نعوموا هنايا، وغير وصلنا للبراج بانت لينا شي حاجه فوق الماء، وغير قربنا منها لقينا شخص ميت فوق الماء وحنا نعيطوا لكم. جاو تقني مسرح الجريمه بعد ما خبروا النيابه العامه رجال الدرك الملكي، هزوا الجثه الدواء المستودع الاموات قصد التشريح وتحديد ملابسه الوفاه. الشاب اللي لقاو ميت كان ماشي من ابناء المنطقه وكان لابس غير الشورت باش كيعوم، لهذا رجال الدرك الملكي في الاول قالوا يمكن جا غيعوم وغرق وغيمات طلع فوق الماء. ولكن تسألوا على فين هما الحوايج ديالو حيت ما لقاو حتى حاجه ديالو في الجنب ديال داك البراج. ولكن رجحوا فرضيه ان شي واحد داز لقى دوك الحوايج وخداهم، ما بالو حتى واحد بانوا له الحوايج هزو مداهم. لكن اثناء تشريح ديال الجثه تبينت شي حاجه اخرى قلبات موازين ديال التحقيق بالكامل، وهنا غادي تحيد فرضيه الغرق وغادي تولي فرضيه جريمه القتل. طبيب ديال التشريح اكتشف ان الجثة بين ليها اثار ديال التعذيب، وبانه رجليه عليهم شي اثار بحال اللي كان مربوط بشي سلك، لان بين ليها جروح. وفاش خداو البصمات ديال الجثة اكتشفوا ان الشاب الاسم ديالو مراد، وفاش سولوا الشيخ ديال الدوار تعرف عليه قال لهم ان هذا مراد هذا راه غيجا عند واحد العائله ديالو بالمنطقه كضيف، وقال لهم راه قبل يومين راه كانوا كيقلبوا عليه وراه خبروكم بانه راه اختفى لهم شي ولد. اتصلوا رجال الدرك الملكي بالعائله ديال الشاب باش يجيو لبريكا. جات مو وباه وخداوهم المستودع الاموات، جبدوا ليهم الجثه وهما يشوفوا الولد. غيشوفوا داك الولد راه كعرف رد الفعل ديال الابوين الولد ديالهم ميت. كان مو سخفات الوالد ديالو بقى شاد في راسو، المهم تفاجئوا. غير رجعوا شويه للوعي ديالو سولوهم، قالوا لهم رجال الدرك الملكي هاد الشاب راه لقيناه ميت في البراج، ولكن قولوا لينا مع من كيخرج وشكون كيتمشى معاه. قالت لهم مو حنا جينا ضياف عند سليفي خراجلي، وهاد سليفي كاع ما عنده الاولاد، عنده غير البنات. ولدي كان كيخرج برا مره للدوار وكيرجع، ما عمر شي واحد جا عنده للدار ولا سول فيه. نطق الاب ديالو قال لهم بالفعل هادشي اللي قالت الزوجه ديالي راه صحيح، وما عرفناش الا كان دار شي اصدقاء من ابناء المنطقه في هاد الفتره ديال العطله. بعد 3 ايام واحد الفلاح من المنطقه اتصل برجال الدرك الملكي، قال لهم راني لقيت شي حوايج ديال اللباس في جنب الجنان ديالي. انتقلوا رجال الدرك لعين المكان، لقاو الفلاح واقف ولقاو دوك الحوايج ديال اللبوس. سولو كيفاش لقاهم، قال لهم سيدي انا كنت غادي باش نسقي الجنان حيت فيا النوبه ديال السقا ونلقى هاد الحوايج، وحيت انا عارف لقيتو شي واحد ميت في الماء قلت ما نقيس حتى حاجه ونعلمكم بالواقعه. المهم واحد من رجال الدرك الملكي فاش كان كيدير المعاينه لدوك الملابس لقى فيهم تليفون، خداو داك الحوايج لمركز الدرك وداو التليفون باش يجبدو منو البصمات. فاش جبدو منو داك البصمات كانوا غير بصمات ديال مولاه اللي هو مراد اللي لقاو ميت. لحد الان ما كاينش شي حاجه اللي غادي تفيد التحقيق، ولكن فاش شعلوا التليفون مشاو نيشا القائمه ديال المكالمات، خداو اخر مرة معيط عليها الشخص اللي مات. فاش اتصلوا بها لقاوها ديال واحد الشاب من ابناء ديال واحد الدوار مجاور للدوار اللي جا ليه مراد. فاش اتصلوا به قالوا له خاصك تجي عندنا بغيناك شي امر مهم. بالفعل جا ذاك الشاب، قالوا لي واش كتعرف مراد، قال لهم لا ما كنعرفوش. قالوا له واش كضحك علينا، كيفاش ما كتعرفوش ومرتك لقيناها هي الاخيره في القائمه المكالمات وهو متصل بك، وماشي اول مكالمه. فاش قلبنا لقينا بزاف المره معيط من التليفون ديالك.
جاوبهم مول التليفون قالوا ما سيدي هاد التليفون ديالي ولكن راه كيكون عند خوتي الاخرين مره. مشاو رجال داك ملكي جابوا خوتو الاخرين لبريغاد سولوا كل واحد بوحديته على الشخص اللي مات اللي هو مراد. بجوج بهم قالوا المحقق اللي مكلف في البحث اه كنعرفوه ولكن النهار اللي مات ما كناش معاه وشحال هادي ما هضرنا معاه راه شي اسبوع هادي ما تكلمناش ما كانش تواصل بيناتنا. المحقق دخلوا الشك كيفاش كيقولوا ما هضرناش معاه وهادي اسبوع ما تكلموش معاه وهو النهار اللي مات هضر معاهم تقريبا راه جوج دقائق قاوم في المكالمه اللي دايزه. المحقق خدم الذكاء ديالو جا عند واحد من دوك الخوت هو الصغير فيهم قال لي علاش كتكذب خوك الكبير راه قال لينا بانه النهار اللي مات هضرتي معاه وتلاقيتيه وانت اللي قتلتيه ورميتيه في الماء. ديك الساعه بدا صاحبنا كيصفر ويحمر ويقول المحقق بلاتي يا شيف انا ما قتلت حتى واحد خويا الكبير هو اللي قتلو باغي يلصق فيا. قال لي المحقق تقدر تقول لينا هادشي فوجو؟ رد عليه الشاب قال له نقولها لي فوجو. دخلوهم لواحد البيرو واجهوهم بيناتهم قال الاخ الاصغر الشقيق والكبير اش اخويا كتكذب عليا كنت اللي قتلتيه ماشي انا. ديك الساعه رجال الدرك الملكي غادي يكونوا وصلوا لواحد الخيط اللي غادي يفك هاد لغز الجريمه بالكامل. قال لهم المحقق دابا غتعاودوا ليا غير بشويه شنو وقع. بدا بداك الشقيق الاصغر اللي اعترف دغيا قال لي دابا غتعاود لي شنو كاين وكيفاش وقع. قال له الشاف خويا الكبير كان كيبغي واحد البنت وداك البنت هي بنت عمو ديال الضحيه مراد وخويا سمع ان الضحيه مراد باغي يتزوج بها وجاو هاد الصيف عند عمو باش يخطبوها هو وعائلته. وفاش سمع خويا الكبير خبر الخطوبه بقى كيتقرب حتى تقرب من الضحيه مراد خدا الرقم ديالو وكانوا كيتعيطوا من التليفون ديال خويا الاخر ورجعوا صحابو بداو كيتجمعوا كيتناولوا الخمر وكيقصروا على برا. والصباح اللي وقعت فيه الجريمه عيط خويا الكبير من التليفون ديال خويا الاخر للضحيه مراد ودار معاه باش يتلاقى واحد البراج باش يعوموا ويجلسوا شويه. وفاش تلاقينا انا وخويا والضحيه مراد مشينا للبراج وكنا كنسكروا كاملين واتفقت انا وخاي باش نبقاو كنتعطلوا بالعاني في العشيه باش الناس اللي في البراج يمشيو بحالهم باش يصفي حسابه مع الضحيه. كان الضحيه مراد فوت في الشراب وطاح تكا استغل خويا الفرصه وعمر واحد الساك بالحجر وربطو بالسلك مزيان في الرجلين ديال الضحيه وجرو حتى وصلوا للحافه ديال البراج ودفعوا. وهكا فكر بانه داك الحجر غادي يتقلو ما غاديش يخليه يطلع من الماء حتى يموت. وغير حس بيه خويا الكبير صافي مات نقز للبراج وفسخ ليه داك الساك من رجليه وخوى الساك من الحجر وهربنا من تماك. وهاد اللعبه ديال ربطو بالساك في الحجر ورميه في الماء غير باش يبان بانه مات غارق. وخاي الكبير غادي يكون حي الضحيه اللي كان باغي يتزوج بالبنت اللي كيبغيها من طريقو. هادشي راه هادشي خويا اللي دارو انا غير كنت معاه. بعد الاستماع للمتهمين بجوج حالهم عن النيابه العامه اللي تبعت الشقيق الاصغر بتهمه الاستدراج وعدم التبليغ وعدم تقديم مساعده لشخص في حاله خطر. اما الشقيق الاكبر تبعته بتهمه القتل العمد مع سبق الاسره والترصد.